نتكلم بس بسرعة جدا عن ماتش الأهلي والزمالك. أكيد الكابتن حسام بدري قفل الصفحة دي تماما، لكن أنا عايز أقول لكم إن هو ماتش قمة، ما اختلفتش مع أي حد. دي طبعا كانت إصابة سعد سمير، أنا كنت طلبتها، يعني حاجة بصراحة أنا مش عايز أتكلم. أنا عايز أدعم التحكيم المصري بكل ما أملك، أنا شخصيا وقناة الأهلي والنادي الأهلي بيدعموا التحكيم المصري بشكل مش طبيعي، لكن يعني إصابة صعبة جدا كانت تستحق أي حاجة. يعني مش عايز أقعد أتكلم على التحكيم بصراحة، خلاص اللي حصل حصل، وإحنا طول عمرنا لا بنتكلم على التحكيم ولا بنقول الحكام مدونا ولا عايزين الحكام حاجة، كتر ألف خيرهم. لكن أنا بتكلم كمان، والحكم المصري أنا من وجهة نظري من أحسن حكام في العالم كمان، لكن أنا قلت قبل الماتش، قلت يعني اعفوا الحكم المصري الماتش ده تحديدا. واحنا قعدنا نتناقش وجبنا الكابتن عصام عبد الفتاح وقال لي هنفضل نعفيه لغايه امتى؟ قلت له الماتش ده تحديدا لان فريق الزمالك ملوش اي حاجه، يعني فريق الزمالك امله الوحيد انه يكسب النادي الاهلي حتى لو الدوري خسر، حتى لو الاهلي يعني مش عايز اتكلم برضه، هنتكلم خلينا نتكلم في لينا، لكن هم شافوا الموضوع كده فخلاص. ان شاء الله كل التوفيق لكل الحكام المصريين فيما هو قادم باذن الله، ويعني نخلي قلبنا جامد شوية، يعني مش عايزين بقى التليفونات ترعبنا وتخوفنا والكلام ده كله. احنا شفنا نموذج ولا أروع من كده بصراحة، كابتن محمود الخطيب ضربه برضو، قمة في الأخلاق وقمة في الأدب، ده شكل نادي الأهلي عموما. يعني خلاص.